رجعنا معكم مشاهدينا بعد هالفاصل. طبعا ضيفتنا عرفت بدفاعها المستميت عن ارائها، وطبعا البعض يعتبرها صراحه وجراءه. حياك الله يا هلا ومرحبا ابتهال الخطيب، ناشطه سياسيه وحقوقيه واستاذه الاداب الانجليزي. حياك الله، شكرا على استضافتكم. دكتوره طبعا اللي ما يعرفك ما يثمنك، واللي ما يعرفك عن قرب يمكن للحين ما خذ فكره عنك، لكن عندنا تقرير مسوينه حق استقبالك هنا في البرنامج، خلينا نشوفه ونرجع نكمل معاكم هاللقاء. هي ليست امرأة عادية، هي امرأة استثنائية لها رأيها السياسي تدافع عنه باستماتة، ولها قناعاتها الشخصية لا تتنازل عنها أبدا. الدكتورة ابتهال الخطيب، أستاذ قسم الأدب الإنجليزي بكلية الآداب في جامعة الكويت. حقوقية من الطراز الأول، تؤمن بأن كرامة الإنسان تأتي في رأس الهرم ولا يجوز امتهانها. وصفوها بأنها شخصية جدلية مثيرة، وما يأتي على لسانها له دوي القنابل، لكنها ترى نفسها عكس ذلك. ربما آراؤها، تصريحاتها، جرأتها وقوتها وحتى عفويتها هي أسلحتها، تحملها أينما حلت وارتحلت. تمكن البعض من انتزاع مادة إعلامية مثيرة تعنونت بها منشيتات كبريات الصحف، لكنها دوما تقول: ما يتفوه به لساني هي قناعات مطلقة. الجلوس معها ومناقشتها تدخلك في عوالم من الثقافة والإنسانية والمسرح. هي لا تلهث وراء الصدامية، بل هناك من يتربص بها. حريتها وتفاؤلها يقفزان من عينيها الباسمتان دوما. هي في الجانب الآخر امرأة تعشق الأدب والقراءة وأبو الفنون، أم حنون وزوجة محبة وابنة بارة. هي هكذا الدكتورة ابتهال الخطيب. تابعتي معنا التقرير مع مشاهدينا، ايش كثر هالتقرير في من شخصيتك؟ اتمنى انه يكون في من شخصيتي، يعني التقرير لطيف جدا وانا شاكره لكم عليه، وشاكره يعني حسن تقديمكم وحسن ظنكم. ان شاء الله ارقى لهذا التقرير. يعني تستاهلين اكثر من كذا. دكتوره برا العمل وبرا السياسه وبرا الجامعه، دكتوره ابتهال الخطيب وين تلاقي نفسها؟ شلون يكون شكلها؟ يعني بنعرف الناس على شخصيتك برا هالمجالات. لاني في مجال انا احبه، فاجد نفسي في يعني في, في في اجواء العمل وخارج اجواء العمل، لذلك استمتع بالاجواء الفنيه دائما، باجواء المسرح اللي هي بالنهايه هم تخص عملي كذلك. صحيح. نعم، فأجد نفسي فيها دائما. شلونك مع الجو العائلي شوية؟ تحسين أن بالفترة الأخيرة طبعا كانت بنتك الله يحفظها ويخلي لك إياها دائما الأم تكون قريبة من يمكن الشباب أكثر من البنت، والبنت تكون ميالة حق أبوها أكثر، لكن خلينا نقول البنت خذت من أفكارك شوية. أي أنا عندي بنتين، وأشعر أن البنات والولد أشعر أن كلهم يعني أعتقد كذي أنهم متأثرين أكيد بالأفكار بالجو العام. منو أقرب لك، صفاء أم ياسمين؟ ياسمين ياسمين آخر العنقود، يعني دائما يكون لها مكان مختلف. بس صفاء بنتي الكبيرة صديقتي المقربة يعني، ولها مكانة خاصة جدا يعني كبنت وكصديقة. طبعا اثنين منهم تخرجوا من الجامعه الله يحفظهم توي مؤخرا، واخر العنقود عمرها 12 سنه طبعا. 15 سنه ما شاء الله العمر كله. اي الوقت يمر الله يسلمك. اي والله. بالنسبه حق تخصصاتهم الجامعه، هل تاثرتي فيهم ولا خليتيهم على راحتهم يختارون التخصصات اللي يبونها؟
لا والله اختياراتهم العلمية كانت اختياراتهم هم الشخصية يعني، بالتأكيد أنا أشير عليهم وأساعدهم، لكن بالنهاية اختيارهم العلمي كان يعني اختيار بحت حر. تأثروا بمجال عملك ولا شطوا وراحوا طريق ثاني؟ متأثرين في مجال عملي بقراءاتهم. ولدي الكبير يقرأ قراءات عميقة في الفلسفة، في الفنون، في تواريخ الأديان، يعني له قراءات متعمقة. كذلك البنتين، بس ألاحظ هالشيء أكثر على ولدي الكبير. طبعا مع أن دائما إحنا نشوف في الآونة الأخيرة أن البنات هم اللي مهتمين بالقراءة أكثر من الشباب، لكن بلس القراءات، هل حسيتي أن حياتهم العادية يعني بصدد أن تصريحاتك ما شاء الله وايد قوية بالإعلام، هل تأثرت حياتهم الطبيعية بهذا الشيء؟ في فترة أو لفترة كنت يعني متخوفة أن أكون قاعدة أثر عليهم، لأنهم ما يقولون لي، ما عمرهم يثقلون علي، يعني الأسرة كلها ما حد قال لي إحنا سمعنا كذي أو تحكوا عنا كذي، وأنا أدري أنهم يتعرضون، بالتأكيد يتعرضون، لكن الحقيقة ما حد اشتكى من الوضع. لذلك كنت أتساءل بيني وبين نفسي أحيانا إذا أنا أثر عليهم، ولدي الكبير بالتأكيد في مجتمع يعني يثقل على الرجل من هذه الناحية، كنت أتساءل إذا كان يتأثر، لكن ما كنت ألاقي منهم إلا التشجيع وشعورهم بأنهم يعني شعوري أنهم موافقيني ومؤيدين للي قاعدة أسويه، فما أثقلوا علي. أعتقد أنهم تعرضوا لأشياء لكن ما قط قالوا لي أو أثقلوا علي بهالشيء. تحملوا مسؤولية يمكن بنفسهم وهم اللي بادروا بالرد. دكتورة وايد نسمع هالكلمة عنك أن أنت عندك آراء صادمة، بس هل أنت آراء صادمة؟ هل تحسين هالشيء هذا؟ لربما آرائي أحيانا تكون يعني مواجهة، لأن الرأي ما يثير شوية غبار حوله إلا إذا كان مختلف شوية. صحيح. عن الرأي اللي بالمجتمع، وأنا أعتقد أن المجتمعات تتغير والأفراد نفسهم يتغيرون بتعرضهم لأفكار مختلفة. يعني أنا بالتأكيد تعرضت لأفكار كانت صادمة لي، ما كنت أعتقدها في مراحل عمرية مختلفة، هي اللي غيرتني أو خلتني أفكر أكثر في اللي أنا في أفكار ومعتقدات حملتها معي. وبالتالي أنا أعرف أن بعض الأفكار اللي أقولها قد تكون كذلك صادمة أو تكون مخالفة للسائد. نعم قد يكون في هذا الجانب، ولربما أتمنى أن هذه الأفكار تثير أسئلة ومناقشات أكثر منها. ممكن أنها تكون صادمة بسبب الفهم المغلوط من الآخرين، يعني ممكن أنت تكوني مصرحة بشيء لكن فهم المغلوط من الناس يخلي هذا التصريح ما يأخذ الحيز اللي حضرتك ودك أنك يعني تعبرين عنه. شوفي، هي هم علماء اللغة دائما يقولون أن اللغة إشكالية واستشكالية بحد ذاتها، اللغة دائما اللغة لربما موصل غير جيد. صحيح. لأن لا يمكن في أي حال من الأحوال أنك توصلين الفكرة كما هي في عقلك باستخدام اللغة، باستخدام كلمات، دائما ما ستخونك أو دائما ما ستوصل شيء مختلف للطرف الآخر. فلذلك لربما أحيانا يساء فهمي، نعم، وأحياناً نعم تفهم الفكرة كما أعنيها، وأحياناً القراءات تكون معتمدة على الأفكار الأساسية. يعني طبعاً الأشخاص كذلك يعني تفهم الفكرة من منطلقاتهم أهما، من يعني الباك جراوند مالهم أهما كذلك يفهمونه. لكن في النهاية أنا أقول أن الإنسان اللي يختار أنه يعبر عن آرائه يتحمل مسؤوليتها، ما يلعب دور الضحية. أنا قلت هاجموني لا تقول، فبالتالي لازم الشخص يتحمل مسؤولية اللي يقوله، طالما أنك أنت اخترت أنك تقول وأنك تثير نقاش في المجتمع بذكر فكرة مختلفة تتحمل مسؤوليتها وتتحمل ردود الفعل تجاهها. تحسين أن بالفترة الأخيرة قاعدة تتحملين ردود أفعال فوق يعني طاقتك، أو أن للحين حاسة أن لا أنا يعني قادرة أكمل؟ لا، ما أشعر أني قاعدة أتحمل شيء فوق طاقتي، لأني عارفة أن بتكون في ردود أفعال تجاه بعض الأشياء اللي أقولها. نعم أحيانا يأتي رد الفعل أقوى، لكن ما في شيء قاعد يصير مخليني يعني أنا ضحية أو
يعني في حالة صعبة. لا، احنا عندنا درجة من حرية الرأي جيدة في المجتمع وفي الدولة تحت مظلة القانون، وإن كانت في الفترة الأخيرة طبعا مهزوزة مع الاعتقالات اللي تصير على الآراء، لكن بالعموم أشعر بدرجة من الراحة وأتحمل مسؤولية ما أقوله. دكتورة، هل هذا السبب اللي خلاك يمكن شوية تقللين ظهورك في الإعلام؟ يمكن صار لك فترة يمكن قللتي وايد ظهورك في الإعلام، وأن أنت تطلعين وتتكلمين في أماكن إعلامية؟ أنا قللت ظهوري بالإعلام، بس مو السبب أني مستاءة من رد فعل، لكن السبب أني أنا ما عاد أبي أظهر إلا لما يكون عندي شيء أقوله ويكون له قيمة، هو مو مجرد ظهور. فإذا كان في شيء أقدر أضيفه ممكن يوصل لي مجموعة يعني من الناس تفيدهم وتثير نقاش، إذا ظهوري يحقق غرض. لكن مجرد الظهور للظهور يعني ما أعتقد مجدي، ولربما لذلك بدأت أختار. وطبعا كذلك تجاربي في الفترة السابقة تخليني أنتقي أكثر وأحرص أكثر صحيح. على نوعية الظهور. أنا باخذك شوية إلى جانب آخر اللي هو الجانب والواقع السياسي اللي إحنا عايشين فيه بظل المجلس الأخير والحكومات والمناوشات بين المجلس والحكومات. رضائك عن المجلس القائم أو المجلس الحالي؟ يعني بحكم أني أصنف روحي معارضة، أكيد أنا مو راضية عن الحكومة، ولا أعتقد أن المجلس عنده جو جيد أنه يشتغل فيه. المجلس وكأنه فيه 50 حزب من 50 نائب، بما أنه ما في سياسة حزبية وما في كيانات حزبية تعمل وتنظم العمل السياسي في البلد، ما راح ينتج المجلس. لذلك تجدينها كلها صفقات واتفاقات أو مناوشات وخلافات، ما قاعدين نحقق شيء لأن ما عندنا منظومة سياسية داخل المجلس تساعدك أنك تحقق شيء. ما تقدر تنجز لأن ما في كتلة تنجز، كل شخص بروحه. فلذلك العمل متعرقل والتنمية متعرقلة معهم للأسف. إذن أنت راضية عن أداء المجلس والحكومة لكن بنسب متفاوتة؟ لا، أنا غير راضية. غير راضية. دكتورة، عندك مشكلة مع الإسلاميين؟ يعني هل هالجانب هذا يشكل لك أنت كدكتورة وأراءك كدكتورة مشكلة؟ عندي مشكلة مع توجههم السياسي، ما عندي مشكلة معاهم كأفراد. إذا أنا أؤمن بحرية الرأي وهو موضوعي الأول والأساسي، إذا يفترض أن أنا أحترم آراء وتوجهات الآخرين مهما اختلفت عني. صحيح. لكن أنا عندي مشكلة معاه مع سياسة فرض الرأي، مع شعورهم بأنهما ممثلين عن الدين، وأن لهم حق في أنهم يفرضون توجهاتهم وكلامهم وعاداتهم الاجتماعية اللي يعنونها دينية واعتقاداتهم الأخلاقية على الآخرين. هذه أنا عندي فيها مشكلة كبيرة جدا، وأعتقد أن هي أحد الأسباب الرئيسية في تراجعنا وفي التنشن أو الشد اللي يصير داخل المجتمع، لأن محاولة الفرض لا يمكن أن ينتج عنها سلام أو تعايش، محاولة الفرض ينتج عنها حروب صغيرة وكبيرة. إذن أنت مع الدول القائمة على أن الدين لله والوطن للجميع؟ ودائما يعني يمكن بالفترة الأخيرة قاعد نشوف لما يكون الموضوع في الدين حساسية عندك من هذا الموقف، يعني فشو يعني على هذا الشيء؟ يعني أنا ما عندي حساسية بالتأكيد تجاه الموضوع الديني، لكن الحساسية تأتي من محاولة فرض الدين، أو من محاولة فرض وجهة نظر دينية معينة، أو من محاولة فرض نمط حياتي معين على الآخرين. والحرية هذه اللي أنا قاعدة أتكلم عنها واللي أنا أدعو لها وأعتقد أن هي الأساس الأفضل للتعايش، هي ترى مسؤولية ثقيلة، لأنها في النهاية راح تخليك تشوفين أشياء ما تعجبك وتسمعين شيء ما يعجبك. أنت لما تدعوين، يعني أنا شخصيا لما أدعو للحرية أكيد راح أشوف أنماط حياتية لأشخاص يعيشون بطريقة ما تعجبني، أو أسمعهم يقولون أشياء ما تعجبني. هذا ثمن إحنا ندفع للحرية. مقابل ذلك لن يكون هناك أشخاص مضطهدين أو جماعات مضطهدين، فيتعايش الجميع بسلام. الثمن اللي ندفعه أن إحنا راح نرى ونسمع ونختبر أشياء ما تعجبنا، هذا ثمن الحرية في كل مجتمع. إذن ترفضين الدول القائمة على الدين؟ بالتأكيد، بالتأكيد على السياسة الدينية بالتأكيد. هي كل الدول، كل المجتمعات
تقوم في أساسها الاجتماعي والروحاني على دين. كل المجتمعات الإنسانية اللي نعرفها تقريبا تقوم على أديان، هذه حاجة بشرية يعني. لكن أنا أرفض السياسة القائمة على الدين أو التكوين السياسي والتشريع السياسي القائم على الدين. دكتورة لتش، موقف عن الجنسية وتوزيع الجناسي، وخصوصا في التغريدة اللي كتبتيها في الفترة الأخيرة بأن الجنسية ما تتوزع بالشوارع، ليش بهالوقت هذا بالذات؟ أنا ما أذكر هذه التغريدة، لكن أعتقد أنها أتوقع أني أنا كنت قاعدة أرد على موضوع أن أنت تبين نعطي الجنسية لأي شخص، فلربما أنا رديت أن الجنسية ما تتوزع بالشارع. أنا أعتقد أن الجنسية ليست فقط حق مدني ولكنها حق إنساني، الانتماء حق إنساني، مثل ما من حقك تاكل وتشرب وتتعلم وتتطبب، حقك أنك تنتمي إلى أرض، إلى بقعة جغرافية، هذا حق إنساني لا خلاف عليه. فكرة نزع الجنسية كعقوبة سياسية هي فكرة مؤذية ومؤلمة ومحطمة لكيان الدولة ولأساس الاستقرار فيها. أنك تعاقب إنسان بجنسيته أو أنك تعاقب إنسان بطرده من أرضه، عاقبة تحت القانون لكن ما تسحب منه هويته، أو أنك تمنع الجنسية، أو أن أفراد عاشوا على أرض الوطن هذا لمدة 50 أو 60 سنة، أطفال ولدوا عليها ولا يشعرون بالانتماء لها، هذه تتسبب في مشاكل عميقة وبعيدة، مشاكل اجتماعية، مشاكل اقتصادية، مشكلة التعايش بين الكويتيين ومثلا فئات البدون أو فئات المقيمين، مشاكل عميقة جدا وقاعد نشوف آثارها الحين. لذلك بالتأكيد أنا أنظر إلى الجنسية على أنها حق إنساني وأن يتطلب اهتمام شديد ومراعاة إنسانية قبل لا تكون قانونية. دكتورة راح نسألك عن المجموعة 80 لكن بعد الفاصل. نرجع قبل مقابلتنا مع دكتورة ابتهال الخطيب. دكتورة، يمكن قبل الفاصل تحدثنا عن مجموعة 80، هل أنت تأيدينهم ولا لا؟ بالتأكيد أنا أختلف معهم بعمق في مع أنها سوري بس قبل إجابتك، بالفترة الأخيرة سمعنا أن حضرتك كنت ودك تشاركينهم بأحد اجتماعاتهم لكن هم رفضوا هذا الشيء، شنو ردك على هذا الشيء؟ لا 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 ما رفضوا. هو اللي صار أنه انتشر مقطع للأستاذ صالح الفضالة يتكلم عن موضوع البدون في ديوان الزواوي، أعتقد أستاذ عادل الزواوي، وعلى أساسه أو بعده بفترة تكونت مجموعة 80 أو أثناءه. فأنا سأني جدا ما سمعت في هذا المقطع، فعبر تويتر أرسلت تغريدتين تقريبا، يعني أقول استضيفونا، سمعوا وجهة النظر الأخرى للكلام اللي قاعدين قال من الجهاز المركزي. ولما ما يرد بعد يومين قلت يا جماعة شربونا غلاس شاي عندكم، استكانة شاي بالديوانية. فالأستاذ عادل الزواوي مشكورا اتصل، وأنا كتبت الكلام على تويتر إنه تواصل وقال إنه هو يرحب بكل الآراء وإن إن شاء الله راح تكون يعني لربما في زيارة قادمة أو دعوة قادمة. بس دكتورة هذا معناته إنه كان في رفض يعني لزيارتك بشكل أو بآخر صح؟ ما كان في رفض، يعني هو أنا ما كنت جزء من المجموعة، ما كنت أصلا مدعوة. لما سمعت الخبر طلبت إني يعني إنه يكون في صح مشاركة معهم كوجهة نظر أخرى، وصار في وعد من الأستاذ عادل الزواوي نفسه باستقبالنا في وقت ما. لكن معقولة يعني وجهة نظرتك مخرعتهم لهذه الدرجة؟ لا ما أعتقد ولا أنا على هذه الدرجة من الأهمية، لكن يعني نتمنى أن يكون كرم أخلاق أن يستمعون إلى الرأي الآخر يعني إن شاء الله. خلينا ننتقل إلى شيء يمكن بالآونة الأخيرة كان في ضجة عليه، هو لجنة الظواهر السلبية اللي كانت بالمجلس. شنو رايك فيها وشنو تعليقك على هذا، على هذه اللجان او هذه النوعيه من اللجان؟ المشكله الرئيسيه هي في تحديد فكره الظواهر السلبيه. اللجنه منذ تاسيسها ظواهرها السلبيه هي ظواهر اخلاقيه، وهذه المشكله، لان الاخلاق مقياس. الاخلاق تقديرها وتقييمها يختلف من شخص لاخر، يعني تتحقق في البيوت المختلفة وعند الأشخاص المختلفين بشكل مختلف. فلما أنت تحط لجنة ولها شكل تشريعي وقانوني في مجلس الأمة وتقول هي لجنة تحدد لك أخلاقك، أنا أرى أن هذا اغتيال للحريات الشخصية وتدخل في بيوت الناس. لكن لو كانت لجنة الظواهر السلبية هذه تتعامل مع الظواهر السلبية حقيقية في المجتمع
بعيدة عن خصوصيات الناس، ظواهر الفساد، ظواهر أيا كانت الظواهر العامة اللي تخص الكل، لربما ممكن هني نعترف بعملها. يعني الاختلاف هني على تعريف كلمة ظواهر سلبية، شنو هي أساسا الظواهر السلبية الحقيقية؟ دكتورة بنرجع بالزمن شوية لفترة من حياتك، بنطالع التقرير هذا ونرجع نكمل معك اللقاء. أو مع إعطاء حقوق للمثليين. أنا مع إعطاء حقوق على أساس المواطنة، لا علاقة للتوجه الجنسي ولا للتوجه الديني ولا لأي شيء. أنا مع إعطاء الحقوق لكافة المواطنين أيا كان توجههم طالما يلتزمون بالآداب العامة. ضد أو مع زواج المثليين؟ صعب، ما أدري، ما فكرت في هذا الموضوع من قبل. يعني أنا مع حقوق البشر، يعني إذا هم يستطيعون الزواج، يعني لهم حق الزواج في البلدان الأوروبية، فلا غبار مدام هم يتماشون مع قوانين بلدهم. لكن تأسيس لمثل هذا القانون في بلداننا إحنا، هذا تغيير لقاعدة قانونية كاملة، صعب أقول ما أدري. ضد؟ أميل لمع، لأن أنا مع حقوق الناس عموما، لكن مع صعب أجاوب. يعني دكتورة رايت هالمرة صادم. يعني كلمتك أني أنا مع هذه بروحها أتوقع كانت منشيت كبير بالصحف باليوم الثاني من اللقاء. في وقتها تسبب شوية في شد، ولكن يفترض أني أتوقع أن هذا الرأي يتسبب في شد. مؤسف أن رأي إنساني في القرن 21 لا زال يتسبب في شد، وكأن احنا نتكلم عن فئة لا تعيش بيننا. يعني لكن رايك الإنساني هذا يربطون الناس دائما بشيء أساسي ومعتمد هو الدين الإسلامي، يعني دائما هذه الآراء البعض يربط بالدين وبالإسلام، ان هذه الأشياء المفروض ان احنا ما نصرح عنها ما نتكلم فيها، وهذا شيء يعود الى طبعا انا اتفهم النفور الديني سواء كان اسلامي او مسيحي في فتره ما، وما زال في بعض الطوائف المسيحيه من هذا الراي، لكن احنا لما نطلق راي انساني لا نطلقه على اساس دين، ولا يحدد ما يغضب الناس وما يسعدهم. يغضب الناس يغضبهم، لكن الانسان اللي عنده اللي يعمل في المجال الانساني وعنده موقف انساني واضح، انت مع الحق الانساني بدون أي تصنيف، بما في ذلك التصنيف الديني. لذلك أنا دائما أميل إلى إعطاء الحقوق وليس منعها بالتأكيد، حتى لو كانت تتضارب مع عادات وفهم مجتمع محافظ مثل مجتمعنا، لأن إحنا الآن في زمن وفي وقت حتى أشد المجتمعات محافظة لا تتكون من دين واحد، وأصحاب الدين الواحد لا يفكرون بنفس الأسلوب والطريقة، ومن بين أصحاب الدين نفسهم كذلك أناس يعتبرون من بين هذه الفئة. لذلك هذه كلها أشياء إحنا يجب أن نراعيها الآن، أن إحنا نعم لربما مجتمع محافظ يغلب عليه دين واحد، ولكن إحنا لسنا صورة طبق الأصل من بعض، ولا كلنا نفكر بنفس الطريقة، وهناك جماعات تكون أقلية مقموعة بيننا، لابد أن يظهر صوتها حتى لو كان يغضب الآخرين. دكتورة، لا زال رايج من بعد هالمقابلة إلى هذه المقابلة هو واحد ما تغير؟ هل أنت مع القضية هذه؟ بالتأكيد أنا مع حق الإنسان أيا كان توجهه الخاص. إذا أنت تعتقد أن توجهه في حياته الخاصة راح يودي النار أو يودي الجنة، هذا اختيار الخاص، هذا ليس حكمك، هذا حكم الله عليه. أنت عليك أنك أنت عايش في منظومة مدنية في دولة على سطح الأرض، تعامله من هذا المنطلق، أما حسابه وعقابه الأخروي هذا ليس من شأنه. لكن بهذه التصريحات يمكن تعتبري مانشيت عريض لوايد من الإعلاميين، يعني أنت بتصريحاتك هذه يمكن صرتي مادة دسمة للإعلام. إذا كان هذا شيء مزعج فهو ثمن لرأي ولموقف أنا أعتقد أنه حق. يعني إذا أنا لي موقف أعتقد أنه مساند لحق إنساني ويجب أن يقال، ما أي بعدين أقول أزعجتوني أنا صرت منشيت. من جانب هذا الجانب المزعج من الصحافة هو جانب يخدم القضايا كذلك، لأنه ينشرها ويثير وعي حوالينها، لربما يتسبب في شد بين الناس في نفس الوقت، ولكن يثير حوار، والمشاكل تحل بالحوار لما يبدأ يفتح باب الحوار ونتناقش في الموضوع. دكتورة، أنت مع إثارة يعني الإثارة الإعلامية هذه في حل القضايا أو توصيل رأيك في القضايا معينة؟ هل أنت مع هالنوع هذا من توصيل الرأي؟
هو مو مع أو ضد، هو واقع الحال أن الإعلام اليوم سلاح. أنت اليوم لما بتغير شو تسوي؟ أنت ما تنزل بجيش، ما ترفع سيف، أنت تحارب إعلاميا، تثبت وجهة نظرك، تحاول أنك أنت تقنع أغلبية بحيث أنها تساندك. هذه هي الوسيلة اليوم. لذلك الإعلام يعني عامل أساسي في إثارة القضايا وفي حلها. الضغط على الحكومات وتغيير الآراء اليوم كلها إعلامية. دكتورة آرائك، هل تحسينها مثلا وسط المجتمع، خلينا نقول مثلا خلينا ناخذها من الكويت ونطلع برا للخليج، هل تحسين ان انت قاعد تأثرين في المجتمع؟ هل آرائك قاعد تغير، قاعد توصل الفكرة اللي انت تبينها؟ هل قاعد تأثر بالناس، ولا تحسين الموضوع لحين صعب على الناس ان هم يدركونه؟ أنا من جانبي أعتقد أنه قاعد يتحقق تغيير، مو بسبب آرائي، لأن وتيرة الحياة تتسارع وعندك جيل جديد معرض لكمية معلومات إحنا بجيلي أنا ما كان يتعرض لها. الفهم قاعد يتغير، متطلبات الحياة وسرعتها ما عادت تتحمل الوقوف أمام صغائر الأمور ولا الشد على مواضيع جانبية ولا حتى خداع النفس حول بعض المواضيع اللي يرفضها المجتمع. في مكان المجتمع يرفضها ويخدع نفسه بأنها مو موجودة أو مو مهمة، الجيل الحالي مضطر أنه يواجهها. فالتغيير قاعد يتحقق بآرائي وبغيرها، لكن أنا أشعر أن أحيانا يتغير ولو بتغيير رأي شخص واحد، ولو بتغيير وجهة نظر واحدة. التغيير يعني ياخذ مراحل. بس دكتورة أعطيك مثال يمكن صار بالفترة الأخيرة، أكو فيلم عرض علينا عندنا بالكويت اسمه بيوتي اند ذا بيست. تخيلي وصلت فينا المرحلة أن احنا الفيلم هذا من السينما بس لوجود شخصية مثلية. فللحين أنا الكلمة تقرقع بقلبي، فكلامك قاعد يتنافى مع الواقع اللي احنا قاعد نعيشه، فشنو تعليقك على هالموضوع؟ اللي صار في بخصوص هذا الفيلم هو ضجة إعلامية. الفيلم انعرض لعدة أيام واستخدم الإعلام هني، أنا أعتقد يعني استخداما سلبيا في أنه هو أثار مخاوف الناس. والناس يعني أحيانا آراء تصير مثل حطب الدومينو، واحد يقول الثاني يشعر أنه هو بعد لازم يقول، الثالث يشعر أنه لازم، وإذا أنا ما قلت راح نحسب على الناس الفاسدة أخلاقيا. فتجد الناس تتوالى في الرأي ويصير ضغط، وتضطر شركة سينما تعتمد على مدخولها من جيب الناس أنها تتجاوب مع رأيهم. هل مثل هذه الأحداث لازم تفقدنا الأمل؟ لا، لأن راح تظل تصير. إحنا ما عمرنا راح نكون مجتمع مثالي ولا راح تكتمل عندنا الحريات. الحريات ما اكتملت عند حضارات سعت لحريتها من 1000 سنة، ما راح تكتمل عندنا إحنا في يوم وليلة. ولكن هل الوضع أفضل؟ نعم أفضل. هل الأفكار قاعدة تتطور للأمام؟ نعم قاعدة تتطور للأمام. أحيانا نشعر أنها ترجع الخلف، أحيانا بعض المواقف بعض الأشياء تصير تيأسنا، لكن إذا نظرنا للصورة الأكبر الوضع أفضل. بس دكتورة تأييدك للمثليين عند البعض هذا يعني يقول يتنافى مع الطبيعة البشرية والإنسانية وحتى الإسلامية، شنو تعليقك على هالشيء؟ تعليقي ان انا أؤيد الانسان، انا ما أؤيد توجهها الجسدي ولا أؤيد توجهها الفكري ولا أؤيد. انا مع حق الاسره اللي ترغب بالتعدد. انا ما اعتقد فيه شخصيا، ولا اعتقد ان هذا يصلح ولا ارضى على نفسي ولا على اسرتي. لكن اذا في اسره قابله بان يكون فيها تعدد زوجات مثلا، منو انا عشان امنعهم؟ من ذات المنطلق اقول لك الفكره مو هل الموضوع يناسبني أو لا يناسبني، صح ولا غلط، يتفق مع أخلاقي ولا لا يتفق، يتفق مع ديني ولا لا يتفق. منو أنا؟ أنا إنسان من 7 مليار، منو أنا عشان أطلق أحكامي على الآخرين؟ لكن وجود هذه الفئة الحين بالآونة الأخيرة سبب عدد من المشاكل، بالذات بالالتحاق مثلا بموضوع الجيش الحين أو الخدمة الإلزامية. صار في يعني تناقضات بدخول الخدمة الإلزامية، وحتى صار في مطالبات لتغيير الجنس بالجوازات وممكن الإجراء حتى للعمليات. لا شوفي الجراحية. إحنا عندنا حالة من التناقض في مؤسسات الدولة نفسها. يعني إلى فترة طويلة كانت وزارة الصحة تعترف بحالات التغيير اللي تصير حالات مرضية، حالات تغيير هرموني أو حالات جسدية تتطلب التغيير، ولكن الدولة لا تغير البطاقة المدنية، لا تغير الجنس في البطاقة المدنية. لكن في مطالبات للتغيير. نعم، لأن هذا بعد حق واضح. يعني هاي الدولة مؤسسة فيها تعترف ومؤسسة لا تعترف، ما يصير. يعني من حقهم أن يغيرون جنسهم؟
إذا وزارة الصحة تعطي تقرير تقول له أنت مريض بخلل هرموني ويحق لك أنك تغير جنسك، بس هذا مخالف للقانون وحتى مخالف للطبيعة البشرية، يعني هو انولد كذي. وزارة الصحة تعطي تقول له عندك خلل في الهرمون، أنت عندك أنت يعني الحين إحنا ما قاعد نتكلم عن المثليين، إحنا قاعد نتكلم عن المتحولين، وهذه حالات مرضية. صحيح. تعترف فيها وزارة الصحة وتصدر فيها تقارير. ما يصير وزارة الصحة تقبل، وزارة العدل أو وزارة الداخلية ترفض أنها تغير أوراق، هذا تناقض في الدولة نفسها. ولكن أن الموضوع يسبب حساسية في المجتمع هو لا يعني عدم وجوده، ولا يعني عدم وجود هذه الفئة، وهذه الفئة لن تنتهي في يوم من الأيام، ولم تختفي في عصر من العصور، هي موجودة على مر التاريخ البشري. فإذا من باب أولى أنك تحترم الوجود الغير، لا يعجبك، لا تعتقد أنه صح تقييمك له أيا كان، ولكن لا تطغى على الآخرين ولا تعاقبهم من منطلقك الأخلاقي والديني. دكتورة سمعنا رايك في هذا الموضوع، خلنا نطلع بريك بتقرير صغيرون ونرجع نكمل معك. دكتورة طلعنا من مود ودشينا مود ثاني. طبعا ما شاء الله عليك، انت لك بالادب والمسرح والفن والاصوات ومن عشاق فن العماري، فشنو سر عشقك لهذا الفن وهالفنان؟ يعني اسمع الصوت واختيار الكلمات والالحان، فنان جميل وراقي باخلاقه وبشخصه بعد، بغير فنه يعني اللي يعرفه شخصيا يعرف ايش كثر هو انسان دمث الاخلاق، الماده ما تهمه، ويحترم فنه إلى أقصى حد، وإحنا ندين له بأن هو قوى اللغة العربية عند صفاء بنتي. شلون دكتورة؟ صفاء تستمع لأغاني العماري باستمرار وترددها، وهي عندها ضعف في اللغة العربية، فبترديدها لأغانية بدأت تبحث عن معاني بعض الكلمات، وبدأت تهتم باللغة العربية جداً من أغاني العماري. ما شاء الله. فإحنا نحرص إذا كان عنده حفلة أن احنا نروح له ونوديها، ولازم دائما نتصور معاه بعد كل حفلة ونشكره كل مرة نشوفها. أيوه. طبعا يمكن الغناء دائما الإنسان لما يسمع أغنية يلفت نظره إما اللحن أو الكلمات، شنو اللي يجذبك أكثر، إذنك باللحن أم إذنك بالكلمة؟ طبعا اللحن يخاطب عاطفتك في بالعادة، لكن الكلمة مؤثرة جدا، لما تكون كلمة نظيفة ولها معنى تخاطب عقلك وتخاطب قلبك، فأنا الكلمة تأثر فيني وايد. لكن الكومبينيشن عند العماري يعني رائع، اللي هو الكلمة واللحن، الكلمة واللحن والأداء كله شيء عظيم. دكتورة باخذت صوب المسرح، تحضرين المسارح اللي عندنا في الديره، يعني تحضرين المسرح، ايش رايك بالمسرح بشكل عام؟ لازم هالموضوع تخصصت لازم نسالك شيء. المسرح طبعا المسرح عشقي الاول، يعني انا حبيت الادب من المسرح العربي، ووالدي مهتم جدا بالمسرح العربي، وانا خذيت حب المسرح منه، يعني وانا صغيره في عمر صغير قريت توفيق الحكيم كامل، وقريت اعمال مسرحيه مهمه. أنا لا، المسرح الكويتي التجاري سيء، لكن هناك مسرح أكاديمي جاد ومبشر بكل خير، والمعهد العالي للفنون المسرحية في نخبة من الشباب اللي مبشرين بكل خير إن شاء الله. يعني وحتى بعد وجود يمكن دار الأوبرا وتوفر المسارح فيها، قاعد نشوف تقدم بالمسرح الأكاديمي. نتمنى، إلى الآن ما شفنا دار الأوبرا، إلى الآن ما أعتقد أنها قدمت شيء مميز. الأغاني أو الحفلات اللي قاعد تقدم فيها والأسعار المهولة اللي قاعد يعني تباع فيها تذاكرها، لكن كان في وجود جميل لأسماء يعني عالمية، أتوقع يعني الحفل الأخير موسيقي نصير شمة، كان عندنا ماجد الرومي، كان عندنا بعد بس هي دار يعني الأوبرا، هي دار الأوبرا، هي مع كل الاحترام لهؤلاء فنانين رائعين طبعا، لكن في المخيلة دار الأوبرا تختص بفن غير هذا الفن، هي ما تأتي بالغناء العادي، لكن هي تتخصص بالحفلات الأوبرالية، بالمسرح الغنائي، الحفلات العالمية اللي يفترض أنها تعرض على هذا المسرح، ويفترض
دائما دار الأوبرا المقصود منها هذه المؤسسات الفنية أنها تكون قاعدة فنية في المجتمع، أن تكون من الأفراد العاديين، الأشخاص العاديين، الميدل كلاس يعني الطبقة الوسطى، أفراد مهتمين بالفن ويطورونه ويلاحقون خطواته. هذا غير مصنوع مع دار الأوبرا حاليا بسبب ارتفاع الأسعار، مو الكل يقدر يحضر، بسبب نوعية الفنون اللي تعرض عليه ما تختلف كثيرا عن يعني الحفلات اللي كانت تقام في دار في قاعة التزلج مثلا. صحيح. مع كافة الاحترام للفنانين، يعني فنانين رائعين وأنا يعني أحب أني أحضر حفلاتهم، ولكن هذه ليست حفلات دار أوبرا. الشاعر خليل جبران، خليل جبران شنو يعني دكتورة؟ هل اسم هذا بالذات جبران خليل جبران؟ أنا طبعا أعشق عمله سواء الكتابي أو هو فنان، يعني هو شاعر ورسام كذلك وكاتب، أعشق عمله جدا، ولكن يعني عندي صدام داخلي بين عمله وبين شخصه، لأنه هو كان زير نساء لذلك بين شخصه، لأن أحيانا من الصعب، ما مفروض ولكن من الصعب عليش تفصلين شخص الفنان عن حياته الخاصة، يعني يصير انطباع. هم دائما المبدعين يكون عندهم انفصام في الشخصية، يكون عندهم شوية جانب شخصي. نعم. بس دكتورة أتوقع من إعجابنا بالشخص نفسه تلقينا حتى نروح نبحث في حياته الشخصية، وهذا اللي يخلق الصدام، مع أنه لو نتم بس نقرأ له مثلا وما يكون تدخل في حياته الشخصية. هذا صحيح، بس هو لأن جبران كان يكتب كذلك رسائل عشق وحب، ويعني وكان على علاقة بكاتبات عظيمات عربيات، وكان مرات تفقد شيء، يعني تفقيده يفقد مصداقيته بسبب عدة كتابات لعدة شخصيات. يمكن بعد كوني امرأة يصير الموضوع حساس أثر عندي. صحيح. بما أننا قاعد نتكلم عن موضوع المرأة، هناك ثلاث رجال في حياة الدكتورة. الرجل الأول هو زوجك الله يحفظه، وطبعا راح نشوفها معنا على الشاشة، زوجك ووالدها ووالد زوجها. هذه الصور تفضلي. هذا عمي والد زوجي عبد المحسن مظفر. يعني الناس متعودين ان والد الزوج شويه يكون في يعني ما يكون هالعلاقه الشديده، لكن يقولون ان انت من اقرب الشخصيات لك هو والد زوجك. هذا صحيح، طبعا هو صديقي العزيز ومعلمي، ويعني تتلمذت على إيده أصول ممارسة الفكر الإنساني والفكر الليبرالي، وحتى يعني عمي عبد المحسن هو أحد مؤسسي المنبر الديمقراطي، لذلك بإمكانك تتخيلين هو مدرسة في هذا الجانب. عملت معه في جمعية حقوق الإنسان، وأتعلم منه في كل مرة أشوفه، أسمع منه شيء مختلف، شخصية خيالية. بالنسبة لوالدك دكتورة؟ والدي أنا كتبت مرة عنه في مقال وزعل بعض الناس، أنا قلت والدي هو رسولي الخاص، الخالق بعث لي مخصوص عشان يلهمني في حياتي ويحرسني ويزرع فيني أشياء، يعني ما كنت راح أكون هلولا لولا وجوده وشخصيته. دكتورة انتقائك يمكن للمسميات يمكن هو اللي قاعد يثير الجدل، هل انت متعمدة مثلا تختارين هالتسمية هذه، ولا هذا مجرد احساس انت حاسته وعبرتي عنه؟ لا، انا في مجال الادب، يعني انا عملي صح. هو مجال ادبي، فتغلب عليه الالفاظ الادبية، لا اقصد فيها اني اثير احد، ولكن هذه تعبيرات مجازية، يفترض أنك تأخذ الجانب الجمالي منها. صحيح. وما يفترض نكون حساسين طول الوقت تجاه الجانب الديني، وكأن احنا يعني هذا هو الغلط بالفهم. اي لربما وحساسية مرتفعة، احنا عموما شعوب حساسة دائما، يعني على الطرف، أقل القليل يثيرها ويزعجها، يعني وهذا يتأتى من ظروف اجتماعية. الحين ما شاء الله ثلاثة معنا بصورة واحدة. كنا في رحلة في إسبانيا، أنا وزوجي ووالدي ووالدتي ووالده ووالدته، كانت رحلة جميلة، وكانت هذه الصورة لهم ثلاثتهم. الله يحفظهم لك ويحفظك لهم. الله يخليك ويخلي لك عيالك. طبعا هذه بعد بنفس المكان بإسبانيا؟ لا، هذه في على جبل مونت بلانك في سويسرا الصيف الماضي. انت
دكتورة ما تخافين من الأماكن العالية والمغامرات هذه؟ بل كنت مرعوبة وكانوا يضحكون علي طول وقت هذه الرحلة لأن ما كنت راضية أصعد فوق ونوعا ما يعني غصبوني أني أصعد معهم. هذه نفس الرحلة ولا رحلة ثانية؟ شوف هذه إسبانيا مرة ثانية، هذه في قصر الحمراء، وهذا القصر خارق الجمال، يعني أنا سمعت عنه قبل لا أزوره، ولكن لما زرته كان شيء مختلف تماما، يعني أبعد مما توقعت، وكانت زيارة عاطفية بالنسبة لي أنا، الأماكن التاريخية يعني تثير عواطفي جدا، فكنت متأثرة وعلى باب قصر الحمراء يعني مسكتني خنقتني العبرة وما كان ودي أمشي، ويعني سويت لهم مشهد درامي قراءة أول مكان على باب الحمراء. طبعاً دكتورة مشكورة على سعة صدرك، حاولنا ناخذ نتنقل معك من المشهد السياسي إلى المشهد الاجتماعي وحياتك الشخصية والناس اللي قراب عليك، فمشكورة جداً على سعة صدرك، وأتمنى ما كانت أسئلتنا ثقيلة عليك. شكراً استضافتكم، مشكورين، واستمتعت أنا بوقتي معكم. كل الشكر لوجودك معنا، نورتينا بالاستديو. يمكن الأفكار اللي تطرحينها هي مميزة بطابعها الخاص، لكن نفس ما قلتي هو الواحد يقول اللي عنده والناس عاد تقرر شنو اللي يمشون معه وشنو اللي ما يمشون معه. يعطيك العافية. مستمرين معاكم مشاهدينا، بعد الفاصل إن شاء الله راح يكون معانا فقرة عشاننا وزميلنا فيصل العجمي.